وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد الظلماء في الأكوان. وصحيح مسلم فيه أفضل ما روى أهل الحديث بصحة وبيان. علم بدا في نهجه متفرد بعد البخاري صح والقرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي رواها الإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح، ونبين أهم مفردات ومعاني هذه الأحاديث، ثم نشرع بذكر أهم الأحكام التي احتوت عليها هذه الأحاديث، سواء الأحكام الفقهية أو العقدية وغيرها من الكتب المتنوعة، ونختم بعد ذلك بذكر أهم الفوائد والدرر التي احتوت عليها هذه الأحاديث النبوية. أخوان الكرام، أخوات الكريمات، ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى، فانتظرونا. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا. قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرن ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر وسأحدثك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرمه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات، عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وبعد أن استمعنا لهذا الحديث، ولا يزال الحديث موصولا في شرح أحاديث كتاب الصيد والذبائح. وهذا الحديث، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، بوبه المصنف بقوله: باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر. عن رافع بن خديج: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرن أو أرني ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر وسأحدثك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، يعني هرب، ند منها بعير هرب، فرماه رجل يعني بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش،
فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا بها هكذا. ندى كما قلنا هرب يعني شرد هذا البعير. أوابد يعني الغريبة المتوحشة، والمراد أن لها يعني توحشا ونفورا. مدى الحبشة هي السكين، معروفة كانت معروفة عند أهل الحبشة، وهي الآن تسمى أثيوبيا. ما أنهر الدم بمعنى فتح الدم وأساله. أخوان الكرام أخوات الكريمات، في هذا الحديث يوضح الصحابة الجليل رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم كانوا في غزوة من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في مكان يقال له ذو الحليفة، فأصابوا نعما كثيرة، فذبحوا هذه النعم قبل قسمته، طبعا ما انتظروا يعني القسمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فأتى إليهم وقد نصبوا القدور، فعمد إلى القدور فكفأها ورملها أي حشاها بالتراب، وقال إن النهب ليست بأحل من الميتة، ثم قسم فعدل البعير بعشر من الغنم، وحينئذ ذبح كل منهم مما أصاب أي من نصيبه الخاص به، ففر بعير منها يعني كان عندهم بعير، شرد وهرب هذا البعير فلم يقدروا عليه لقلة الخيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد يعني أوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني مثل ما صنع هذا الصحابي الذي رمى هذا البعير، لأن لو تركه لن يستطيع يعني أن يصيده، فرماه بالسهم. طبعا بعد ذلك الصحابة سألوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الذبح بأي وسيلة، فأخبرهم أن كل ما يسيل الدم واقترن مع الذبح التسمية، إذن التذكية تكون بانهار الدم بالذبح بالشفرة بالسكين وبالتسمية عليها، قل بسم الله وكذلك يستقبل القبلة. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المحاذير، الأمور المحذورة، ذكر قال ولكن الظفر سواء كان متصلا بيد الإنسان أو منفصلا من إنسان فلا يجوز لأنها سكاكين الكفار، كذلك السن لا تجوز التذكية به لأنه عظم. إذن في هذا الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. إذن يعني التسمية واجبة على الذبيحة على الذبح، سواء كانت هذه الذبائح هي الإبل أو البقر أو الغنم أو الطيور، كل ذلك يجب أن يسمي، وهذا كما جاء في قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا يجب التسمية على الذبائح وعلى الصيد، فهذا شرط واجب لا يجوز تعمد تركها. الشرط الثاني هو ما أنهر الدم، يجب إنهار الدم التي تخرج من هذا الحيوان، أما إذا لم تخرج منه فيعتبر ميتة والعياذ بالله، فيعتبر ميتة، فالميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية التي تسقط من فوق، كل هذه يعني هي محرمة وطعمها غير مذكى، فهذه كلها من أنواع الميتة كما جاء في الآية في سورة المائدة. ما أنهر أي الذي أنهر الدم أي صبه وأراقه، وطبعا من خلال قطع أوداج هذه الحيوانات. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر، هذه الأدوات ليست من يعني أدوات التذكية، إذن لا يجوز أن نذكي الحيوان
والطيور بالظفر والحيوانات وغيرها. وفي هذا الحديث يعني فوائد كثيرة، أولها يعني أهمية الرفق بالضعيف والمنقطع كما حصل مع الصحابة. كذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يؤدب يعني أصحابه عندما لاحظ بعض الضعفاء العاجزين في هذه الغزوة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يعدل أو عدل بين الصحابة، عندما رأى البعض قسم شيئا ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم للصحابة يعني هذه الإبل و يعني الغنم وغيرها. كذلك نرى في هذا الحديث أيضا أهمية التذكية، ذكر اسم الله عز وجل وتذكية الحيوان بالسكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه أحاديث النبي وهديه، فيها الهنا وسعادة الإنسان، كالشمس تعطينا الحياة بنورها، فتبدد الظلماء في الأكوان. وصحيح مسلم فيه أفضل ما روى أهل الحديث بصحة وبيان، علم بدا في نهجه متفرد بعد البخاري صح والقرآن.